هذا شرف كبير. مدينة طنجة كتحتضن مونديالتو كأس العالم للأندية، وشرف كذلك خاصة المغرب وخاصة لمدينة طنجة. فهذا المونديالتو له جوانب أخرى من غير الرياضة، فهو ينتعش للسياحة، الانتعاش ديال السياحة، وكذلك صورة المغرب خارج أرض الوطن. وحنا جينا من بلجيكا كذلك لدعم البلاد ديالنا، وكذلك نقولوا حنايا يعني المونديالتو هو بوابة ديال المغرب عبر العالم. C'est une bonne opportunité pour Tanger باش تحتضن هذا الحدث العالمي، وان شاء الله يكون بادرة خير على السياحة ديالنا. وطنجة زوينة والناس ديالها ظريفين بزاف، وانا بعدا شخصيا كتعجبني وفيها واحد الطاقة ايجابية والناس ديالها مزيانين، وان شاء الله المغرب كامل يكون مزيان. خصنا ندعموا هذا الحدث العالمي كمغاربة، ونشجعوا الناس ان شاء الله باش يبارتيسيبيو في هذا الحدث العالمي المونديالتو اللي عندنا الشرف يكون اورغانيزي في طنجة وفي المغرب. شرف كبير لمدينة طنجة وشرف للمغاربة بالنسبة اللي تتحتضن هذه المناسبة الكبيرة. نتمناو مدن أخرى تحدو حدو مدينة طنجة، ويكون عندنا دي ستاد في المستوى. هنا سي لا بروميير فوا اللي نجي لطنجة حقيقة، ومدينة جميلة جدا جدا جدا. زعما تنشجع الناس اللي ما عمرهم ما جاو لهنا يجيو هنايا. كاين باقي الماتشات واقيله في طنجة، دونك اللي ما جاش نشجعوه زعما يجي هنايا. الاجواء جميله جدا، و فيف لو ماروك. اولا كنشكروا الجمعيه الملكيه والفيفا على تنظيم ديال هذا المونديال في المغرب. فسكنت مدينه طنجه وسكنت مدينه الرباط والمغاربه كاملين فرحانين بالتظاهره الرياضيه في المملكه المغربيه. كما كنعرفوا فصاحب جلاله هو الرياضي الاول، والحمد لله كنشوفوا باللي الفرق ديالنا والملاعب ديالنا كيعطوا واحد الصوره، واحد الصوره اللي جميله على البلاد. وكنتمناو ان شاء الله تبقى ديما هادشي، وتبقى ديما الرياضه المغربيه في احسن مكان. وهذا فخر كبير للمغاربه كاملين باش نبقاو ديما نحتضنوا التظاهرات الرياضيه العالميه ايضا مثل هذا المونديالتو، وعلاش لا ان شاء الله نفوزوا بالتنظيم ديال كاس العالم باذن الله. المهم هذا اول حاجه، هذا شرف المغرب ككل وشرف المدينة طنجة، وبالخصوص الافتتاح ديال هذا المونديالتو اللي كان رائع واكثر من رائع، لان شرف المغرب وشرف كساكنة طنجة والجمهور المغربي. وحنا في مدينة طنجة فرحانين بهذا الاستقبال ديال هذا المونديالتو، واللي كيحتضنوا الملعب الكبير بطنجه. وهذا ان دل على شيء انما يدل على السمعه ديال المغرب والسمعه ديال مدينه طنجه والجمهور ديال المغرب، خاصه داك الشيء اللي حقه في المونديال ديال قطر ديال 2022. كمغرب ككل قادر انه حقق اكثر من هذا الشيء اللي حققه في هذا المونديالتو، اللي حقق في كاس العالم بقطر، وقادر انه يحطم، الا بغي نقولوا حطم جميع الحواجز، وينظم علاش لا ما ينظمش كاس العالم، وقادر في الاستطاعه ديالو انه ينظم هذا الشيء هذا. والحمد لله حنا كنفتخروا بهذا الشيء اللي حقه المغرب، وهذه الانجازات اللي حققها المنتخب واللي حققها الجامعه، وشرف لينا حنا.